ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله احنا طبعا كلنا عندنا اللي هي جراكن الصابون السائل ديت عندنا كتير قوي، فبدل ما نرميهم هنعمل بيهم ايه؟ ممكن فكره واحده وممكن فكرتين احلى من بعض ان شاء الله. اول حاجه بقى يا بنات كده هجيب القطن، ومن عند الايد من هنا هحاول اخدها كلها كده من عند الايد، هوصى وارجع لكم تاني. قصيت اهوت يا بنات خالص، قصيت اللي هي القاعدة اللي تحت اهيت، وهنعمله هنجمله بقى الاول كده، هخليه تحفة بإذن الله. جبت مسدس الشمع اهوت واعمل من عليه كده، هيبقى رائع بإذن الله. بعد كده تشوفيه، ما تقوليش ان هو يعني جركن صابون، هيبقى شكله مختلف جدا. اطلعه بقى لفوق شوية كده عشان يدي منظر افضل. هثبت بقى الجناب دي، اهي بثبتها هي، عايزه ارفعها برضو لفوق عشان تبقى ايه، ما تبينش كده الجوانب بتاعته تبقى حلوه. مش مهم بقى لو مساوي او في جوانب مش مساوية قوي، كله بيدارى بالاستراس اللي معانا ده يا بنات. الاستراس ده متر اهوت ب8 جنيه من عند بتاع الخردوات، شبعت فيه عمايل ولسه ما شاء الله لسه زي ما هو، بيقعد فترة طويلة قوي. هعمل بقى اهو يا حبايبي من اليمة التانية اهوت لحد الاخر كده، وهثبته واطلعه برضو لفوق كده شوية. ممكن بقى لو في اي اطراف زايدة ولا حاجة احاول ان انا اقصها. هحاول امسكه بالشمع كده اهو، الشمع قوي يعني ما بينفكش. حلو، لسه بقى عندي برضو حاجات، لو عندي اي حاجة بقى بحاول ان انا استغلها في الحاجات دي عشان تديني منظر جميل كده يليق بالحاجة الحلوة اللي احنا بنعملها دي. هقطع بقى من هنا كده، ودي واحدة يا بنات. ماشي، خلصت اهو يا بنات، عملت الاستراس من فوق ومن تحت، وعندي دبوس كده يعني مفكوك هيترمي، فقلت اما اجمل بيه. بصيت لقيته ادى شكل جميل قوي وجمل فعلا المنظر. دي بقى يا بنات ممكن ان احنا بنحطها فوق التسريحة كده، شكلها فخم، هي شكلها فخم وجميل قوي. ممكن نحط فيها مثلا البرفانات، نحط فيها امشاط، ونحط فيها توك، نحط فيها اي حاجة. وفي نفس الوقت برضو انا حطيت فيها فيلا هو، عايزة اعملها يا بنات كده سبت ورد تحفة كده جميل. احاول اهوت احط كده انسق الورود فيه، وهنسق الورود وارجع لك يا بنات. اهو يا بنات بحاول احط اهوت بنسق الورود كده، اعمله طبق ورد جميل واحط فيه بقى جميع الالوان. هي حتة الفل اللي عندي كانت صغيرة، لان بصراحة الفل استعملته في حاجات كتير قوي وعملت منه اعادة تدوير هايلة يعني،
فالقطعه المتبقيه بصراحه ما كانتش مكفيه، لكن الحمد لله برضو ربنا بيسر وهنعمل منها اهوت حاجه جميله قوي. ثبت ورد رائع اهو يا بنات من لا شيء يعني، بسم الله ما شاء الله. مجموعه الورود مجموعه جميله على فكره، انا عامله ورود من الفل كتير قوي، لو رجعتوا كده على القناه يا بنات هتشوفوا الحاجات اللي احنا عاملينها. وفي افكار تانية كتير من الفل برضو، هحاول كده اشوف وهنعمل منه افكار تانية كتير كده برضو باذن الله. اهوت يا حبايبي يعني عملنا اهوت ثبت ورد من لا شيء، من حاجة كلنا كنا بنرميها عملنا حاجة تحفة. بصي بنات اهوت مجموعة الورود اهي، حطينا فيه الورد وعملنا يعني سلة ورد كده جميلة من غير حاجة خالص، بجركن الصابون السائل اللي كنا كلنا بنرميه عملنا منه فكرة جميلة، وهنعمل الفكرة التانية بقى يا بنات دلوقتي حالا. جميلة قوي الافكار، حلوة قوي وهتخليكي ما ترميش الجركن ده خالص. الفكرة التانية بقى يا بنات من الجزء المتبقي من الجيركن هنعمل منه، انا الاول همسكه كده وعند الخط ده يا بنات هفتح كده بالقطر، وعند الخط التاني ده هفتح كده بالقطر، افتحها كده هفتح من اليمتين واجيلكوا تاني يا حبايبي نشوف هنعمل ايه. بعد ما قصينا يا بنات الجزء الفوقاني هو قصيته كده، هحاول اجمله بقى وهنعمل اهوت خطوه خطوه كده مع بعض لحد ما نوصل للاخر، والفكره بتاعتنا فكره جميله جميله باذن الله. خليكم معايا اهوت، بحاول اجيبها من فوق كده عشان اداري الطرف بتاع الجيركن. اخدها بقى داير كده يا بنات لحد الاخر. اهو يا بنات عملت اهوت من اليمتين اهوت، لسه هعمله بقى بنفس الطريقه كده من اليمه ديت. هعمله داير بقى كده، نحط بقى الشمع اهو واعمله داير بقى كله كده. الكلفة دي يا بنات رخيصة قوي، المتر فيها بجنيه يعني ما فيش أرخص من كده. هي عملناها من اليمين دي، حاجة بقى داير كده برضو عشان نداري الحاجات دي بتاع الجركن اللي باينة من فوق دي وما تبقاش باينه وتبقى منسقه معايا كده وجميله اهوت. ولو في اي دفوهات او اي حاجه بنحاول بعد كده بقى ان احنا نحط استرس، نحط اي حاجه منها ان هي بتداري الدفوهات بتاعتنا، ومنها برضو في نفس الوقت ان هي بتديني منظر جمالي رائع. اهي يا بنات اهي هاجي من هنا برضو واحاول ادخلها لجوه كده. ادخلها بقى كده يا بنات، بقى منظره منسق وجميل اهو. احاول اجمله بقى برضو، انتوا عارفين ان احنا بنجمل كل حاجة كده بحاجات، عندي خرز برضو يا حبايبي
كنت جايباه برضو من عند بتاع الفردوس. بصي يا حبايبي، عملت كلفه هو تعليم من جميع الجهات، وعملت برضو خرز يا بنات جايباه من عند بتاع الفردوات شويه كده ب2 جنيه، عملت بيهم ورود جميله هي، وحطيت خرز برضو في جميع الجهات كده، بقى شكله بجد يعني بقى شكله تحفه قوي. حتى الغطا يا بنات حطيت عليه كلفه كده، وعايزه برضو من اليمه ده اعمل عليه يعني اعمل عليه شكل ورده كده يديني شكل جميل. هعمل اهو يا بنات هنا برضو شكل وردة كده باللون الموف الروعة دي اللي احنا عملنا منه تحت. يعني بقى شكله جميل قوي بجد، يعني بقى تحفة. اهوت عملت كمان وردة هيت، وردة هيت من جوه جميلة، وعملت اهو يا بنات بقى شكله يعني فوق الرائع. دلوقتي هتيجوا بقى نشوف هنستعمله ازاي وهنحطه فين. يلا حبايبي تعالوا معايا اهو يا بنات. عملتها تحفه جميله، بسم الله ما شاء الله، شكلها في الحقيقه جميل قوي. يا رب تكون ظاهره في التصوير حلوه زي ما انا شايفاها كده. حطيت، شوفوا قد ايه كيس يا بنات، قد ايه كيس، الكياس التلاجه كلها هي واللي بنستخدمها حطيتها. وحطيت فوطة المطبخ كمان فيها، وشكلها جميل جميل بسم الله ما شاء الله زي الفل. لو عجبكم بقى، لو عجبكم يا بنات الفكرتين اللي احنا عملناهم دولت، اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصل لأكبر عدد من اصحابكم وينفذوا الفكرتين الجمال دول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا باي حبايبي، مع السلامة.